وبعد أن العلم فرض لازم كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام. وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي ميسرا للفاضل السهاء إبراهيما حباه مولاه الرضا المقيما. أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفي، وإنما العالم طر حادث والله موجود قديم وارث. ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء، والتوبة فرض فالزما، وشرطها من ذنبه أن يقلعا من فوره، والعزم ألا يرجعا، ورد ظلم ممكن والندم، وباجتناب الإثم يمحى اللمم. وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يومنا الآخر أو أمر السماء، إيماننا غيبا به قد لزما، ومنه أشراط مجيء الساعة كالشمس والمهدي والجساسة، وغلق باب التوب عمن أثما، والرفع للقرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال، وفتح يأجوج وخسف والا، نار تسوق الناس أرض الحشر، وفتنة المحيا وضم القبر، وبعذاب القبر والفتان، والحشر والنشر وبالميزان. خير قرن أتى فيه النبي، ثم ثلاث بعدهم أو أقرب، وسائر صحف عدول كملوا، وما جرى من حربهم مؤول، ومالك وأحمد والشافعي، أبو حنيفة الإمام التابعي، على هدى من ربي ورحمة، والاختلاف نعمة للأمة، والأشعري قدوة مقدم، جنيدنا طريقه مقوم. الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده، وحرط على امتثال أمره عباده، وخص بالتوفيق من أراده، ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى، محمد خير النبي أرسل للعالمين رحمة التفضل. الله الذي قد فرض على الورى توحيده، وحرض على امتثال أمره عباده، وخص بالتوفيق من أراده، ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى. فرض على الورى توحيده، وحرض على امتثال أمره عباده، وخص بالتوفيق من أراده، ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى، محمد خير نبي أرسل للعالمين رحمة التفضل. لقد فرض على الورى وحرض عن امتثال أمره عباده، وخص بالتوفيق من أراده، ثم الصلاة والسلام تترى على جاءنا بالبشرى، محمد نبي أرسل للعالمين رحمة تفضلا، والآل والصحبي وأتباع تابع الدمان وما تربي أبدا. الحمد لله قد فرض على الورى توحيده، وحرض على امتثال أمره عباده، وخص بالتوفيق من أراده، ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى، والصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى، محمد خير نبي أرسل للعالمين رحمة تفضلا، والآل والصحب وأتباع الهدى بعد ما تربي أبدا، الآل والصحب وأتباع الهدى بعدل معلومات بعد معلومات ربي أبدا. وبعد إن العلم فرض لازم كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام. أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فارفي، وإنما العالم طر حادث والله موجود قديم وارث، وقائم بنفسه وذو غنى، مخالف لخلقه له الثناء.